السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم ام وسيم. في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه ديال الطلقه ديال الزيتون بجميع الانواع ديالو مع طريقه الاحتفاظ ديالو اللي كتفوت سنه. غادي نستعملوا الزيتون يعني الاخضر، والزيتون الاسود، والزيتون البنفسجي او كيف ما كنقولوا ليه الزيتون المشقق. وحتى غادي نوريكم الطريقه ديال تحضير الزيتون الاسود. بالنسبه هنا خديت انا الزيتون ديال الشجره وعزلته، حيت الزيتون الاخضر بوحدو والزيتون اللي كيكون باين ليا فيه البنفسجي بوحدو والزيتون الاسود بوحدو. ضروري ما هاد الزيتون خاصكم في الاول تغسلوه وتنقيوه مزيان من الا كانوا فيه هذوك العويدات ولا شي حاجه. غادي تنقيوه وتغسلوه وديروه في شبيكه وتخليوه حتى يتسخطر. بالنسبه هنا الطريقه ديال الزيتون الاسود غادي تلقاوها في الاخر ديال الفيديو. بالنسبه ديال الزيتون الاسود عنده طريقه بوحدها ماشي بحال الزيتون الاخضر والزيتون البنفسجي. غادي نبداو دابا بالطريقه ديال التحضير ديال الزيتون البنفسجي اولا الزيتون المشقق. غادي ناخذ هنايا واحد الاناء اولا قرعه اولا شي حاجه اللي كتكون كتسد مزيان محكمه الاغلاق. غادي ندير فيها تكون مغسوله مزيان. غندير فيها تقريبا واحد ربع ديال الكميه ديال الماء من الصنبور. وغادي نبدا ناخذ هذا الزيتون ديالي. هذا الزيتون ناخذ واحد سكيل اللي يكون ماضي وغادي نبداو نشرطوه اولا نفلحوه بحال هكا. انا غادي ندير هنايا ثلاثه ديال الشريطات اولا ثلاثه ديال التفليحات، ولكم الاختيار تقدروا ديروا جوج اولا وحده. يعني الا درتو وحده ماشي بحال الا درتو جوج، ماشي بحال الا درتو ثلاثه، يعني شحال ما كان شرطتوه بزاف شحال ما كيطيب لكم دغيا. انا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا درت ثلاثه ديال التفليحات وكنحط في داك الانيه اللي عندي اللي فيها الماء. غادي نكمل هاد الكميه ديالي كامله وغادي نرجعوا نوريكم الطريقه اللي غادي نحتفظوا بها بهاد الزيتون. غادي نكمل بنفس الطريقه. وضروري الى تقلبوا الزيتون ديالكم ملي تكونوا يلاه كتغسلوه، ضروري الى كانت شي زيتونه يعني فاسده ولا مضروبه ما ديروهاش باش ما تخسرش لكم الزيتون ديالكم الاخر. غادي نكمل كيف قلت لكم بنفس الطريقه. ويعني الا كانت عندكم كميه كثيره ضروري خاصكم شي واحد اللي يعاونكم حيت شويه كيشد الايد. وإلا بغيتو تستعملوا القفازات من الاحسن حيت كيخلي يعني كيدبغ اليدين اولا كيدبغ الصبعان. انا غادي نكمل هاد الكميه ديالي كامله ونرجع من بعد. هذه هي الكميه اللي عطاتني. بالنسبه لي خلى لي شويه الكحوله في صبعاني كيف ما كتشوفوا، ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للكميه هاد الكميه كاينه في السطل، عمرت عليها الماء حتى الفوق. هاد الكميه ما غاديش نستهلكها دابا، غادي نخليها شحال ما خليتها حتى نبغيها، يعني تقدر تبقى حتى العام ما كتخسرش. غير هي هاد الماء اللي درتو فيها دابا كتخليوه فيها تسدوها مزيان وتحطوها فشي بلاصه اللي تكون مظلمه وتخليوه وقت ما بغيتوه عاد تجبدوه وتبداو تبدلوا ليه في الماء وتذوقوه. من بعد ملي كيحلى لكم كديروا فيه الملحه، ضروري الملحه يعني باش تملحوه، اولا اذا بغيتو ما تملحوش تقدروا يعني كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. كميه الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. وتقدروا تضيفوا ليه الحامض وتضيفوا ليه ورق سيدنا موسى، يعني كيبقى لكم الاختيار في التنسيم. ضروري تحمروا يعني القرعه حتى الفوق بالماء وتسدوه مزيان. وبالنسبه لديك القرعه الصغيره هي اللي غادي نستعمل دابا، عمرت عليها الماء حتى الفوق وغادي نبقى نبدل ليها الماء يوميا حتى يبان ليا حلى ونضيف ليه الملحه وطريفات ديال الحامض واوراق سيدنا موسى للتنسيم. وغادي نبدا نستهلكو اولا نبدا نطيب به. وكتكون هذه هي الطريقه الصحيحه باش يعني نحتفظوا بالزيتون ديالكم ما كيخسرش لكم حتى السنه. وهنايا بالنسبه للزيتون الاخضر حتى هو نفس الطريقه، كناخذوه كنغسلوه وكنشفوه وكنحيدو الزيتون اللي تيكون فاسد اولا اللي تيكون ما مزيانش. وكناخذوا واحد القنينه اللي غادي نحتفظوا بها في الزيتون، كنديروا فيها واحد الكميه ديال الماء ما نعمروهاش حتى الفوق، وكنبداو نهرسوه بالحجره على عكس الزيتون البنفسجي اللي كنفلحوه بالموس. هاد الزيتون مسلاله كنهرسوه بحجره اولا بشي حاجه اللي كتكون ثقيله، اما ديروه في شي بلاستيكه بحال هكا وتبقاو تضربوه باش ما كيبقاش يطير لكم هذاك الزيتون. كاينه هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا راه كيتحل في كيتحل الزيتون بها. هي ضربوه من الاحسن تضربوه غير ضربه واحده باش يبقى لكم يعني الزيتون ديالكم يعني كامل ما تخسروهش.
اولا تستعملوا يعني اما تضربوه بالوحده اولا بالزيتونه. كيف غادي نستعمل انا؟ هي الطريقه اللي جاتني عمليه اللي كملت بها هذا الزيتون. خديت واحد المنديل حطيته على سطح العمل ديالي وبقيت كنضرب فيه زيتونه حتى كملته كامل. ومن الاحسن انكم تحطوا على المنديل الورق النشاف او ورق المطبخ باش ما يعمرش لكم هذاك المنديل او باش ما يتدبغش لكم، حيت هذاك الزيتون كيطلق واحد يعني واحد الماده خلات لي المنديل شويه اللون ديالو اسود. انا غنكمل هذه الكميه ديالي كامله. كيف قلت لكم كنهرسو بالحجره وكنحطو في هذيك القنينه او في هذيك الانيه اللي غادي تخزنوا فيها الزيتون حتى كتساليو كامل ونرجعو من بعد. ويلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتكم عالم ام وسيم. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش ليا اللايك للفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن ديال المشاهدين، وتفعلوا الجرس وتشتركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات ديالي ان شاء الله. بعد ما هذا سدك الزيتون كامل كيف ما شفتوا، هذا اللي في هذه القرعه الصغيره عملت عليه الماء حتى الفوق وغادي نسدو مزيان، وغادي نبقى كل نهار نبدل عليه الماء مده ديال 6 ايام او 7 ايام حتى نلقاه انه حلاليه. وغادي نضيف عليه الملحه وورق الرند والحامض كيبقاو يعني اختياريين. الحاجه اللي ضروريه هي الملحه، كتضيفوا ليه الملحه وكتبقاو تستعملوه من بعد. وهذا اللي درتو في هاد القنينه او في هاد البوليزه ديال 5 اطباق ما غاديش نستهلكو دابا، غادي نخليه وقت ما بغيتو عاد غادي نجبدو، يعني ما كيفسدش كيبقى حتى العام. ها هو ضروري خاصكم تخليوه في الماء ديالو الاول، يعني ما تبدلوش ليه الماء الا بغيتو تخليوه، يعني ما تستهلكوش دابا وتخبيوه، كتخليوه في الماء ديالو الاول حتى كتبغيوه وكتبداو تبدلوا ليه الماء. ومني كتلقاو انه حلى كتضيفوا ليه حتى هو الملحه ويعني الحامض واوراق الرند يعني اللي بغيتو. من بعد دابا كيف قلت لكم غادي نخليه في هذاك الماء ديالو الاول، غنسد عليه مزيان وغادي نحطو في شي بلاصه اللي تكون مظلمه ونخليه حتى يعني نبغي نحتاجو عاد غنبدا نضيف عليه الماء. بالنسبه للزيتون الاسود يعني الطريقه ديالو مختلفه على الزيتون الاخر. خديتو يعني حتى هو نقيتو وغسلتو مزيان، حطيتو كي يعني حتى كينشف، ضروري تخليه حتى ينشف، واذا كانت فيه شي زيتونه اللي فاسده حتى هي كتحيدوها. بالنسبه للطريقه ديالو يعني كنخليوه حتى كينشف، كنديروه في شي بانيو، يعني الا كانت عندكم كميه كبيره كديروه في شي بانيو وكتضيفوا عليه الملح، يعني كتكثروا عليه الملح، كتخلطوه مزيان حتى يتلبس كامل بالملحه، وكديروه في شي قنينات محكمين الاغلاق وكتسدوا عليه وكتخليوه كل 4 ايام. كتبقاو يعني كتخويو ليه واحد الماء اللي كيتكون فيه اللي كيتسمى المرجان، كتخوي منه هذاك الماء وكتعاودوا تسدوه تحطوه في شي مكان اللي يكون مظلم. ومن بعد سيمانه او ثاني كتبقاو يعني تحلوه وتحيدوا منه فين ما كيتكون لكم هذاك الماء او هذاك المرجان، كتحيدوه منه وكتعاودوا تسدوه. بالنسبه لي انا عندي كميه قليله كيف ما كتشوفوا، كندير كميه ديال الزيتون وكنرش عليها واحد الكميه ديال الملحه وكنكمل بحال هكا، كميه ديال الزيتون كميه ديال الحام ديال الملحه، وكنسد مزيان عليه في يعني في هذيك الانيه كنسد عليه مزيان. وضروري انكم مره او كل 4 ايام ضروري انكم تحذكوه مزيان باش كيتلبس لكم هذاك الزيتون كامل بالملحه، او لو كانت الملحه يعني نزلت لتحت كتعاود تلبس بالزيتون. كيف قلت لكم ومن بعد تقريبا شهر او شهر و15 يوم ضروري كيف قلت لكم تبقاو ديما تحيدوا لي هذاك المرجان ديالو وتخلطوه مزيان. من بعد ما 15 من بعد شهر و15 يوم او شهر كتذوقوه، الى لقيتوه صافي طاب لكم كتحيدوه من هذاك، كتخويوه في شي بانيو كتخويو عليه الماء مزيان، تعمروا عليه الماء وتصفيوه وتحطوه في شي بلاصه. من بعد ما تصفيوه كتحطوه في شي منديل وديروه في شي بلاصه اللي ما يكونش فيها الشمس، يعني تكون مظلله، وتخليوه ينشف على في الظل تقريبا شحال ما دا لكم يوم او يومين، يعني شحال ما بقى لكم خاصو ضروري ينشف مزيان من داك الماء. ومن بعد من ما كينشف كديروه في شي قريعات وكتضيفوا ليه زيت الزيتون، اولا كديروه في شي بانيو وتخلطوه بزيت يعني وتمسحوه بزيت الزيتون، اولا تلبسوه بزيت الزيتون وتقدروا تستعملوه من بعد يعني بالصحه والراحه.